أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يقرأ في الصحف والمجلات في الكلام على النجوم والأبراج يعتبر آثم؟ وهل يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ إذا قرأها قصدا وتأثر بما فيها وصدق ما فيها يصدق عليه الحديث، أما إذا قرأ من باب الاطلاع فقط فهذا لا يشمله الحديث، لأنه ينكر ما فيها ولا يصدقه، لكن هو آثم إذا لم ينكر هذه الأشياء ويناصح الصحفيين ورؤساء التحرير، يناصحهم أن يتركوا هذا. أما أنه يقرأها ويسكت فهذا لا يجوز له، لأنه لا يغير المنكر، لا يغير المنكر، وهو يقدر على ذلك بأن يبين لرؤساء الصحف ومحرريها أن هذا لا يجوز، أو إذا لم يقبلوا يكتب للمسؤولين ليأخذوا على أيدي هؤلاء. المهم أنه ما يسعه أنه يقرأها ويسكت، أما إذا قرأها مصدقا بما فيها فهذا لا شك أنه يشمل حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول فصدقه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.